تجميل دخول اللاعب البحري اللي تكلمت عليها ساعه قبل، يعني لاعب زاد اضافه لفريق جيش الملك. كنا تنتمنى يدخل قبل، ولكن المهم الدخول ديالو جا في الوقت المناسب. كيفاش راهو كيفاش يتوخر في منطقه العمليات، انتهاز الراس ديالو تبرر، واللاعب سجل هو اللاعب التونسي صابر بن فرج رقم 13 سجل ضد المغرب، وكانت تمريره قويه ديال اللاعب ابراهيم البحري، وصابر بن فرج يسجل ضد المغرب. اللاعب البحري يعني لاعب شاب، لاعب شبع عنده طموح، وتيبان بانه لاعب كبير من خلال اللمسه الاولى ديالو، يعني جاء الهدف. تنتمناو نستغلوا هذا الارتباك اللي وقع في فريق نجم الساحل، ونتمناو نزيدوا اهداف اخرى. وباقي يعني باقي لاعب، وحتى تضحيه باخراج عاطف شهاب كانت جيده، كان منظور نقولوا كانت عنده الشجاعه اسطنبولي باش يخرج مدافع ويدخل مهاجم يخرج عن في هذه اللحظه. لابد من تضحيه، يعني تيخص حنا مسجلنا اهداف، اشنو تيخصنا نسجلوا اهداف، خصنا لابد من نضحيو. جات يعني ظروف طرد اللاعب التونسي جات من صالحنا وجات في الوقت